أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن عميق شكر وتقدير شعب مملكة البحرين على مواقف جمهورية السودان الدائمة والثابتة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين واعتزاز المملكة بمواقف السودان الشقيق تجاه قضايا المنطقة ومشاركتها الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية والاستقرار في اليمن. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم معالي رئيس مجلس النواب أمام جلسة المجلس الوطني السوداني بحضور معالي البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني وجميع أعضاء المجلس من السادة ممثلي الشعب السوداني الشقيق. وأكد معاليه على التعاون المستمر على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، مشيرا معاليه إلى تزامن زيارة فخامة الرئيس عمر البشير إلى مملكة البحرين ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق المواقف والمستجدات في قضايا الأمة والمنطقة، مع الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي لمملكة البحرين إلى المجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة. ولإلقاء مزيد من الأضواء حول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من الخرطوم النائب جمال داود. سعادة النائب جمال، يعني هل لك أن تطلعنا على مجريات هذه الزيارة ونتائج الجلسة هناك في الخرطوم، خصوصا أنها وتتزامن مع زيارة فخامة الرئيس السوداني إلى مملكة البحرين؟ مساء الخير اولا، مرحبا حسين. ما في يعني مثل هذه الزياره البرلمانيه اول اللي يكون فيها وفد مجلس النواب البحريني برئاسه معالي الرئيس احمد بن ابراهيم الملا الى الخرطوم هي تتويج لعلاقات ذات الاهميه. اعتقد على الخط الاخر عندنا طبعا زياره فخامه الرئيس السوداني للبحرين ولقاء بجلاله الملك مصطفى، فهذا يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجيه بين البحرين وجمهوريه السودان التي هي في الاصل ما نراها استراتيجيه مهمه بالنسبه للامن الغذائي على المقام الاول، بالاضافه الى تطوير الاستثمارات وبناء العلاقات الاقتصاديه القويه بين البلدين. في نفس الوقت ان مواقف السودان مع البحرين في قضاياها وخاصه استثبات جميع محاولات التدخل الايراني للبحرين، نرى بان ايضا مواقف السودان جدا تعطي دعم قوي للبحرين مثل هذه القضية. نعم، إذا النائب جمال داود كنت معنا على الهواء مباشرة من السودان، شكرا جزيلا لك.